في تداعيات قطع العلاقات مع قطر، اضطر الصندوق السيادي القطري لضخ أموال في البنوك المحلية لدعم السيولة بعد تعرضها للضغط جراء تضييق تعاملاتها مع المصارف خاصة في السعودية والإمارات. وأضافت مصادر تحدثت لوكالة بلومبرغ أن جهاز قطر للاستثمار أشار للمصارف بعدم تقديم أي مساعدات مستقبلية مباشرة لها، وأن أي تدخل مستقبلي سيترك للبنك المركزي. يبدو أن أثار قطع العلاقات تشابه تلك التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، حيث أن الصندوق السيادي القطري لم يتدخل لدعم البنوك المحلية منذ أيام الأزمة، عندما استحوذ على حصص في البنوك القطرية وقام بشراء محافظها العقارية عام 2009 للحد من تداعيات أزمة الائتمان العالمية. ويواجه القطاع المصرفي القطري تحديات كثيرة بعد قطع العلاقات، منها شح السيولة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لرفع الفائدة على الودائع الدولارية إلى 100 نقطة أساس فوق فائدة الليبر لجذب الدولارات من المصارف في المنطقة، في حين كانت تقف عند 20 نقطة أساس قبل الأزمة الأخيرة. ورغم أن موضوع فك ربط الريال القطري بالدولار أمر مستبعد، إلا أن حدوث ذلك قد يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية ب20% بحسب الخبراء. ويواصل المضاربون المراهنة على استمرار تراجع الريال القطري، علما أن سعر الريال القطري تراجع دون سعره الرسمي أمام الدولار، وسجل في السوق الفورية أدنى مستوى له منذ يوليو 2005. مايا جريديني، العربية.